نعم العملية باظت يا سيد؟ يعني ايه تبوظ؟ الله هو لعب عيال؟ انت باين عليك كبرت وخربت يا سيد. اسمع يا سيد، انا صارف على العملية دي فلوس كتير قوي، الفلوس دي كلها عليك، انت فاهم؟ من هنا ورايح مالكش شغل، انت تقعد في البيت احسن. مالك يا معلم؟ مالك يا معلم؟ رجع لي ابني يا انس. اهدى اهدى يا سيد. رجع لي بيشو يا انس. اهدى واقعد. كله يا بيشو يا انس. انا مش فاهم انت عاوز مني ايه؟ قعدت تلف ورا عيالي واحد ورا التاني لغايه ما خدتهم مني. عاوز توصل لايه يا انس؟ عاوز توصل لايه؟ عاوز تموتني بحسرتي؟ اه ما انت عارف اني لو بيشو سابني هتكسر. وبعدين يا اخي ما انت خدت واحد، سيبني التاني بقى، ولا يعني علشان انت ما خلفتش؟ الله يسامحك يا سيد. لا سيبك بقى من الحبتين بتوعك دول، خلاص ما بقوش يا اخويا يخيلوا عليا. ومن هنا ورايح يا انس انا مش هسكت لك، انا عارف انك بتكرهني يا انس، عارف، والحقد والغل بالين قلبك من ناحيتي، كنت بشوفهم في عينيك، بس كنت ارجع اقول ده اخويا اخويا. بس انا مش هسكت لك يا انس، مش هسكت لك ابدا، ومش هسيبك تكره عيالي فيا. وبقولها لك لاخر مره يا انس، رجع لي بيشو ابني، ابني بيشو. لو ما رجعش يا انس انا مش هسيبك، اعتبره تهديد، انا مش حبي على حاجه ابدا. سمعني يا انس، مش حابي على حاجة، مش حابي على حاجة يا أنس. مع السلامة يا باشا. يا باشا مع السلامة يا برنس. هاي يا رجالة تعالوا اسمعوا أحلى وأجمل خبر في التاريخ. ما تفرحنا يا برنس المعلمين. عارفين كان مين معايا على التليفون دلوقتي؟ مين؟ البص الكبير رنلي طلبته، بيبلغني بقى إن أنا بقيت رقم واحد. طب وسيد الحاوي اللي اداله اخر عمليه؟ وخلاص سيد الحاوي خلص، العمليه اللي فاتت باظت وهو من ساعتها ولابس طرحه سودا. خلاص يا رجاله، فيلم سيد الحاوي جاب اخره، ذا اند، وشيكو مدريد بقى هو لوحده على الافيش. ايفري ثينكس اوكي. الف مبروك يا معلم. الف مبروك على الافيش لوحده يا معلم شيكو. لا من النهارده خلاص مفيش معلم، ومن دلوقتي انا لقبت نفسي بالاستاذ. لما تحبوا تطلبوا مني حاجه قولوا لي لو سمحت يا استاذ. فاهمين يا استاذ. الف مبروك يا سيد المعلمين على اللقب والاستاذ والافيش. بالمناسبه الحلوه مفيش حاجه زي الرجاله دي بقى يعني؟ لا طبعا في برشامه تعمل حفله كبيره قوي، واي حد عاوز اي حاجه تجيبها له. صباح الخير يا سوستة. صباح الفل يا ميشو، اجيب لك حاجه تشربها؟ لا شكرا، طمنا على سيد. والله يا ميشو من ساعه العمليه الاخيره هو قاعد في البيت ما بيجيش المحل خالص، وانت ما بتشوفوش؟ والله يا سوستة انا مش قادر اشوفه خالص، كل ما ابص في عينيه بحس بالذنب. ما تاخذنيش يعني يا ميشو لو ليا حق ان انا اتكلم يعني. اتكلم. بصراحه يا ميشو والمعلم سيد ما يستاهلش منك كل ده، المعلم سيد طول عمره كبير وانت طول عمرك في ظهره. غبي. غبي زي بوك ستيشن بالظبط. بس معلش بكره تفهم. قال لي اقول لي يا سوستة، هو ستيشن وبونبوني فين دلوقتي؟ راحوا المعلم سيد البيت يطمنوا عليه. ما كفايه شرب بقى يا معلم. لا لا ما حدش يقول لي كفايه، سامع؟ حدش يقول لي كفايه وانا اشرب زي ما انا عايز. يا معلم يا معلم، هو ايه اللي حصل؟ انا وربنا ما قادر اشوفك وانت في الحاله دي. وبعدين يعني ايه يعني مشوا سابنا ومشي؟ مش مهم، احنا رجالتك وحواليك ولسه فينا صحه نشتغل من اول وجديد. شوف شوف عبيط، مشوا راجع تاني. مشوا بقى
ميشو ما سمناش. هو عارف انت ميشو واقف كده مستنى اشاور كده، او ما اعمله كده هيجي على طول. ايوه خلاص بقى يا معلم، لغايه ميشو ما يرجع قوم كده وشد حيلك عشان تثبت الناس اللي بتتكلم. يا دي اللي بيتكلموا دول، قولي مين هما اللي بيتكلموا عشان اروح اقطع لهم لسانهم. مفيش حاجه يا معلم، بخلص بقى بونبوني. لا يا ستيشن مش خلاص، الناس كلها بتتكلم واولهم مخفي الاسم اللي اسمه شيكو مدريد، وبيقولوا ان المعلم سيد الحاوي خلاص وقع، وبعد الشر يا اهلي مش هتقوم نقومه تاني. فاشر فاشر، السيد الحاوي هيفضل زي ما هو، مش هيوقع. سيد الحاوي كبير، هيفضل طول عمره كبير. اهدى بس يا معلم. يا رب انا هادي. اهدى في انا هادي. ومعلم انتوا ايه اللي جايبكوا هنا؟ ها هادي اللي جنبي، اطلع بره من الحروب. بره سيبوني في حالي. خلي بالك من نفسك. بس انا بنفسي، انا حر بنفسي، اطلع بره ما حد يجيبه. ايدي هنا تاني. وانتوا بقى جايين لي ليه ان شاء الله؟ ها؟ عشان اقنع سيد اخويا انه يرجع يشتغل تاني؟ امال هيفضل قاعد كده مفيش شغل؟ ما يقعد، مش عشان ما يسرق؟ طب وفلوسه اللي ضاعت يا استاذ انس؟ طب مش حتى يرجعها؟ وهي فلوسه دي كانت جات له منين؟ مش سرقه؟ طب يا عم انس، انا والراجل ده دلوقتي هنقعد كده من غير لا شغله ولا مشغله؟ وحد قال لكم اقعدوا؟ الله، ما انتوا بسم الله ما شاء الله لسه بصحتكم اهو، ما تشتغلوا اي شغلانه والشغلانات كتير. طب والمعلم سيد هنسيبه كده؟ ما حدش ليه دعوه بسيد. ايوه سيد ده اخويا، يعني ما حدش هيخاف عليه قدي. حلو، هنشتغل ده لو فرضنا هناخد كام؟ 10 ولا 15 جنيه في اليوم؟ ومالهم 10 ولا 15 جنيه؟ نعمه رضا. وبعدين انتوا قاعدين هنا ليه؟ انا ورايا شغل. يلا اتفضلوا مع السلامه. طب نتغدى وبعدين يبقى اطردنا يا استاذ انس. لا مفيش غدا. ايه ده؟ انت هتطردنا يا عم انس؟ انا هطردكم ولا انا بعمل ايه دلوقتي؟ الله الله الله، يلا بس كده. يعني هو المعلم سيد يطردنا فوق وانت تطردنا تحت. وايه بقى الشغلانه دي؟ محل الورد بتاع باباك. ايه هبيع الورد؟ اه، وكمان هتوصله دليفري بالموتوسيكل بتاعك. انت بتقولي يا ساره؟ انت بس احنا محتاجين نفكر لك في يونيفورم حلو كده مع الورد الحلو بتاعكم، هتبقى هايل. استني بس، انت عماله تظبطي كل حاجه كاني معاكي. ده انا كمان جبت لك عروض هايله من شويه فنيله، ده غير بقى صحباتي وجيراني اللي وزعت عليهم الكارت الجديد بتاعك. وكمان عملت كروت. ايوه طبعا. عايش يا ستي. الله حلو قوي. بس يعني ايه بس بقى؟ مش عايز تشتغل ولا مكسوف من الشغلانه؟ لا اتكسف ايه؟ ماشي كلام، المهم تكوني مبسوطه. هبقى مبسوطة بجد لما تبدأ الشغل. يبقى هبدأ من بكرة. في واحدة مستنياك بره. الزهر زبونة وعايزة ورد. عن إذنك. ميش أنت فين؟ فريد بيه عايزك حالا. قال يا ميشو، ما بتردش على مكالماتي ليه؟ ايه خلاص استغنيت ولا انت بتحب الايام ديت ومش فاضي وبقيت سرحان ما بتشوفش المكالمات اللي على التليفون بتاعك؟ ما تستغربش يا ميشو، ما انا برضو الكبير اللي ما فيش حاجه بتستخبى عليه، وانت عارف كده كويس. طلباتك يا باشا. عايزك في عملية جديدة. مش هينفع يا باشا. هو ايه اللي مش هينفع؟ مش لما تسمع الأول؟ معلش يا باشا مش هقدر أسمع. وبعدين بقى طالما مفيش حاجة بتستخبى على سعادتك يبقى أكيد اتأكدت إني اعتزلت. يعني سبت الملعب واللعبة بحالها. كلام ده تقوله سيد الحاوي لشيكو مدريد لحضرة الضابط اللي أنت واقع في غرامها وبتحبها دلوقتي. لكن ليا أنا يا ميشو؟ لا. فيلم الاعتزال والتوبه ده مش عليا انا يا ميشو. وبعدين يا اخي شغلانتنا دي ليها اصول، لو عاوز تعتزل ارجع للكبير بتاعك اللي بيحميك. هي دي الاصول يا ميشو، ولا انت خلاص ما بقتش تفهم في الاصول؟
ميجو، لو عاوز تشتغل لحسابك قول لي، انا برضو اللي بحميك وهكبرك وهعليك. بص بقى يا فريد بيه، انا مفيش حد بيحميني، انا عارف احمي نفسي كويس، ولو مش مصدق اني اعتزلت براحتك، ولو شايف اني عايز اشتغل لحسابي برضو يبقى من حقي. متهيألي بقى انك كسبت كتير قوي من ورايا، واظن بقى من حقي اني اشوف مصلحتي. وهي مصلحتك اللي خلتك تدي السي دي لحسين المرشدي؟ اداك كام يالا؟ انا فعلا اديت السي دي لحسين المرشدي، بس ما خدتش منه فلوس، لاني اتاكدت انه راجل نظيف. انت كده عديت الخط الاحمر وطلبت نهايتك بايديك، وصارتك في الموت يا ميشو، حزعل عليك قوي. ما تزعلش، انت عارف يا فريد بيه اني ما بتهددش، وبرضه كنت عامل حساب اليوم زي ده. اكشف بقى ورايا، طالما بقى اللعب على المكشوف. على فكره يا باشا، مش السيدي بس اللي كنت عامل منه كوبين، انا مفيش عمليه عملتها لحسابك الا وعامل منه كوبين. عد بقى كم ملف، على كم سي دي، على كم ورق ضايع. ايه رايك بقى في اللعب ده؟